اقتصاد قطر يتهاوى. نحن لا نخشى مقاطعة هذه الدول لنا، فنحن بألف خير من دونها. مظاهرات ضد الحكم في قطر. قطر في عزلة. العملة القطرية في الحضيض. اقتصاد قطري اقتصاد متنوع، اقتصاد قوي. ملاعب المونديال معطلة وقطر خسرت المونديال. كل قطري وعربي أعلن عن جاهزية استاد خليفة الدولي لاستضافة كأس العالم 2022. قطر إرهابية. قطر ترهب دول الجوار. قطر بلا سيادة. قطر لن تصمد في وجه الحصار. قطر أزمة صغيرة جدا جدا جدا. قطر تدعم الإخوان. قطر ترهب شعبها. قطر قطر قطر. وماذا بعد؟ قطر تتحدى الحصار وترسم مستقبلها. مشاهدينا الكرام ومستمعينا أيضا في إذاعة قطر، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في الحلقة 16 بعد 100 من برنامج الحقيقة في اليوم 200 من الحصار المفروض على دولة قطر. قالوا إن الاقتصاد القطري بدأ يتهاوى، قلنا نمونا هو الأعلى في المنطقة. قالوا مشاريعنا توقفت، قلنا بأي عين تبصرون؟ قالوا قطر دولة تدعم الإرهاب، قلنا أيعقل أن يتعامل العالم مع من يدعم الإرهاب؟ قالوا قطر تزعزع الأمن والسلم الدوليين، قلنا انظروا إلى التقارير الأممية فهي أبلغ رد على ما تزعمون. قالوا قطر بلا سيادة، قلنا لو أنها كذلك لتوقف الحصار بعد تلك الشروط، أتتذكرون؟ قالوا أزمتكم صغيرة جدا جدا جدا. قلنا انظروا إلى إعلامكم وتقاريركم اليومية عن ماذا تتحدث لتعلموا أنها بالفعل صغيرة جدا جدا جدا. قالوا ثم قالوا ثم سكتوا ثم قالوا من جديد. قلنا لهم وباختصار سيادتنا ومبادئنا هي فوق كل اعتبار ولو طال أمد هذا الحصار. إذا نجدد الترحيب بكم مشاهدينا وأيضا بضيوفنا والجمهور الحاضر معنا في هذه الندوة، وسنكون بإذن الله سبحانه وتعالى معكم في قراءة شاملة لأربعة محاور أساسية، وهي المحور الأول سيكون حول قطر والثبات الدبلوماسي، أما المحور الثاني فسيكون حول العلاقات الدولية الواسعة التي رسمتها دولة قطر في زمن الحصار، أما المحور الثالث فسيكون حول الإعلام القطري مهنية وأخلاق، أما صورة التلاحم الوطني كمصدر قوة لقطر في زمن هذه الأزمة فسيكون محورنا الرابع. لذلك اسمحوا لي مشاهدين الكرام أن نرحب بكم وأيضا بالجمهور، ونرحب أيضا بسعادة السيدة لولو الخاطر وهي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. سعادة السيدة لولو سعداء، ويا أهلا ومرحبا بكم. يا أهلا وسهلا فيك أخي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. نعم،
كذلك الترحيب مستمر إلى الدكتور أحمد القديدي وهو رئيس الأكاديمية الأوروبية للعلاقات الدولية بباريس. دكتور أحمد سعداء ويا مرحبا ومسهلا. هلا هلا حياك الله. الترحيب مستمر إلى السيد عبد الله بن حمد العذبة وهو رئيس تحرير صحيفة العرب. ومحمد يا مرحبا ومسهلا. أرحب بك وأذكر الجميع بأننا صمدنا في وجه الحصار 200 يوم أمام الدفع الرباعي ولم يستطيعوا الانتصار على قطر حتى هذه اللحظة. صدقت. نعم كذلك الترحيب مستمر إلى الدكتورة حنان الفياض وهي أستاذ مشارك في جامعة قطر. أهلا دكتورة. أهلا وسهلا. لكن دعونا بداية قبل أن نبدأ ونرحب أيضا بالجمهور الحاضر معنا في هذه الندوة واللي سيشاركنا بإذن الله سبحانه في نقاش هذه الليلة. لكن اسمحوا لي قبل أن أبدأ هذه الندوة ننتقل معا جميعا إلى هذا التقرير والذي يسلط الضوء على تميز الموقف القطري من خلال الثبات الدبلوماسي طيلة فترة هذه الأزمة. نشاهد التقرير معا ثم العودة لبداية هذه الندوة. إن أي حل للأزمة يجب أن يقوم على مبدئين. أولا أن يكون الحل في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها، وثانيا أن لا يوضع في صيغة إملاءات من طرف على طرف. ذاك هو الموقف الذي أعلنه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في أول خطاب له منذ اندلاع الأزمة الخليجية، حوار يفضي إلى اتفاق يحترم السيادة الوطنية للدول. هو إذن مفتاح حل الأزمة المستمرة منذ 5 يونيو الماضي إثر محاصرة 3 دول خليجية معها مصر لدولة قطر. وعلى مدى 200 يوم مضت حتى الآن من عمر الحصار تكرر هذا الموقف في خطابات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى اللاحقة وحواراته التلفزيونية، ومنها خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. لقد رفضنا الانصياع للإملاءات بالضغط والحصار، ولم يرضى شعبنا بأقل من ذلك، وفي الوقت نفسه اتخذنا موقفا منفتحا على الحوار دون إملاءات، وأعربنا عن استعدادنا لحل الخلافات بالتسويات القائمة على التعهدات المشتركة. وموازاة مع ثبات موقف قطر من حل الأزمة ظل موقفها ثابتا أيضا من مجلس التعاون الخليجي، ويتمثل في الحرص على بقائه موحدا ومتماسكا رغم الأزمة. وفي هذا السياق كان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أول المستجيبين لدعوة أخيه حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت لعقد القمة 38 للمجلس التي استضافتها الكويت. الثبات في الموقف القطري تجاوز مشكلة الحصار وتصور حلها إلى القضايا الإقليمية والعالمية، فقد ظلت السياسة الخارجية لدولة قطر ثابتة تجاه أحداث المنطقة، وذلك على نقيض ما سعت إليه دول الحصار التي هدفت إلى تطويع القرار الخارجي القطري وإجبار الدوحة على التبعية المطلقة، سواء فيما يتعلق بالقضية السورية أو اليمنية أو الليبية أو حتى الفلسطينية. العقلانية في عرض الموقف والثبات عليه صفتان تفسران القبول الذي حظي به الموقف القطري في جميع دول العالم ما عدا دول الحصار. وفي ضوء ذلك وبتوجيه مباشر من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى عمل سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فزار أهم عواصم القرار العالمي والتقى أرفع المسؤولين هناك، كما أجرى مباحثات في الدوحة مع وزراء خارجية تلك الدول. وفي جميع الحالات كان الرأي القطري محل تقدير وإشادة من طرف أكثر الدول في العالم. حياكم الله من جديد جميعا سعادة السيدة لولو الخاطر. طبعا 200 يوم من هذا الحصار، في المقابل كان لدينا ولله الحمد تعاطي تعامل دبلوماسي في وجه كل هذه الافتراءات التي تأتي من دول الحصار. كيف تعاطت دولة قطر دبلوماسيا خلال هذه الأزمة؟
بداية أخي محمد اسمح لي أن أهنيك على هذا البرنامج حياكم الله. والذي أصبح نبراسا للحقيقة ليس فقط للرأي العام القطري ولكن للرأي العام الخليجي كذلك. وإن كنتم في تقريركم ذكرتم أن دبلوماسية قطر كانت دبلوماسية الثبات فقد كانت دبلوماسية الحقيقة أيضا، لأنها اعتمدت دائما على الحقائق ولم تعتمد على الفبركات كسواها للأسف. عن الدبلوماسية القطرية تسألني وعنها سأحدثك من خلال مقاربة مقارنة. كان أبو الطيب المتنبي يقول وبضدها تتميز الأشياء، وفي رواية أخرى تتبين الأشياء، ولعلنا نعقد هذه المقارنة من خلال محاور ثلاثة. المحور الأول متعلق بالسمات العامة للدبلوماسية القطرية مقارنة بالدبلوماسيات الأخرى. المحور الثاني متعلق بالعلاقات الدولية، ولعل دكتورنا وأستاذنا يعني يفصل في هذه المسألة أكثر دكتور أحمد. ثم أنتقل للمحور الثالث وهو نوع الخطاب الذي كان مطروحا فيما يتعلق بالسمات العامة لهذه الدبلوماسية. هناك ظاهرة لعل الجميع لاحظها وهي تستحق كثيرا من البحث حقيقة وكثيرا من التوقف كذلك. هذه الظاهرة هي تسييس غير المسيس أو تسييس غير السياسي عفوا، وبالمقابل قتل السياسة في موطنها الأصلي وقتل الدبلوماسية في قنواتها الطبيعية. يعني لو رجعنا إلى تسييس غير السياسي لوجدنا تسييسا للفن، ووجدنا تسييسا للثقافة، ووجدنا تسييسا للرياضة، ووجدنا تسييسا للدين، وجدنا حالة من التسييس وحالة من تجيير لكل هذه المجالات لصالح أغراض سياسية معينة. واسمحوا لي أن أقف هنا وقفة مع تسييس الدين، لأن هذه مسألة مهمة. لعلنا نتذكر في بداية الحصار عندما خرج أحد الدبلوماسيين لواحدة من دول الحصار، وهو طبعا يخاطب الرأي العام الغربي ولا يخاطب الرأي العام المحلي أو العربي، عندما قال ووصف ما وصفه بالخلاف مع دولة قطر، وصفه بأنه خلاف فلسفي كما ذكر. وهو طبعا ليس أستاذا للفلسفة حتى نقرأ تصريحه هذا قراءة فكرية أو أكاديمية، هو سياسي ودبلوماسي، وبالتالي نقرأ تصريحه هذا في إطار جيوسياسي معين. طبعا هذا الخلاف الذي وصفه بأنه فلسفي قال بأن لبعض دول الحصار رؤية معينة وصفها وأضعها بين هلالين بأنها علمانية، لأن هذا المصطلح أيضا يمكن أن نناقشه بتفصيل، وقال أن لدولة قطر رؤية أخرى. المفارقة في المسألة طبعا أن من يروج لهذه المسألة هو نفسه من جير الدين لصالح السياسة. رأينا استخداما لعلماء الدين، ورأينا استخدام لخطاب سياسي ديني بالدرجة الأولى. هذا من ناحية. من ناحية ثانية لو نظرنا إلى دولة قطر وإلى أدائها فيما يتعلق بهذه المسألة، لوجدنا أن دولة قطر لم تستخدم كثيرا من الأوراق مثل الورقة الاقتصادية وغيرها لأغراض سياسية، وهذه مسألة لابد من الوقوف أمامها. كذلك دولة قطر تعاملت مع السياسة ومع الدبلوماسية من خلال قنواتها الطبيعية ومن خلال الآليات الطبيعية، سواء في مجلس التعاون، سواء في المنظمات الإقليمية أو المنظمات الدولية. لو نظرنا إلى دول الحصار بالمقابل نجدها قتلت السياسة كما قلت في موطنها الأصلي، قامت بقطع كل وسائل التواصل الدبلوماسي، تجاوزت كل آليات فض النزاع المنصوص عليها سواء على مستوى مجلس التعاون كمنظومة أو الآليات المتعارف عليها دوليا. الآن حتى الدول التي بينها حروب إذا كان بينها مساحات جغرافية مشتركة أو تقارب جغرافي معين، هناك قنوات معينة تبقى مفتوحة حتى في حالة الحرب، لكن ما رأيناها حالة غريبة حقيقة من قطع كل وسائل التواصل والاتصال، واستعاضوا عنها على ما يبدو
بمنصات التواصل الاجتماعي، فرأينا سياسيين تحولوا إلى ناشطين اجتماعيين بالمقابل. هذا ما لم نره مع حالة النضوج السياسي والدبلوماسي التي أثبتتها دولة قطر. كان دائما التعامل في الأطر القانونية والسياسية المعمول بها والمتعارف عليها دوليا. هذا فيما يتعلق بالمقارنة في المحور الأول. المحور الثاني متعلق بالعلاقات الدولية. لعلنا نذكر في بداية الحصار أن عددا من الدول البعيدة حقيقة جغرافيا عن منطقة الخليج فوجئنا بأنها أعلنت قطع علاقاتها مع دولة قطر، وهي كما يقال لا ناقة لها ولا جمل في المسألة هذه. ثم اتضح لنا أن هناك ضغوطا معينة مورست على هذه الدول. الآن أرجو من الجميع أن يقارن هذا المشهد بمشهد آخر نشهده هذه الأيام، وهي الجولة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في غرب أفريقيا. هي تمثل وتلخص طريقة تعامل دولة قطر مع بقية دول العالم. هو تعامل النظير للنظير، تعامل فيه قدر كبير من احترام سيادة جميع الدول. فهذه مسألة لابد أن ينظر إليها كذلك. أنتقل للمحور الثالث. المحور الثالث متعلق بنوع الخطاب أو غيرها. في حين أنهم عندما يخاطبون الرأي العام المحلي يركزون على قضية إيران بالدرجة الأولى، فيتعدد الخطاب ويزدوج. بالمقابل خطاب دولة قطر هو خطاب واحد ثابت متسق لا يتغير بتغير المكان والزمن. إذا أردنا أن نلخص هذه المسألة ونلخص الدبلوماسية القطرية في الفترة الماضية، كانت هي دبلوماسية المصداقية، كانت هي دبلوماسية العقلانية، وفيها قدر كبير جدا من النضوج. نعم، أنا أشكرك سعادة السيدة لولو الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ونفتح المجال طبعا للأسئلة في هذا المحور تحديدا. نعم الدكتور خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أخي محمد أمسي عليك وأمسي على ضيوفك الكرام. مساء النور دكتور. وأمسي على الجمهور الكريم. سؤالي إلى الأستاذة لولو الخاطر المتحدث باسم الخارجية القطرية، على ماذا اعتمدتم في نجاحاتكم الدبلوماسية؟ لتجاوز محاولات دول الحصار. نعم. تشويه سمعة دولة قطر. تفضلي. شكرا دكتور. طبعا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، أظن أن الإيمان بعدالة قضيتنا كان هو عامل دفع مهم شتان بين من يدفع عن نفسه البهتان بالحق وبين من يسخر كل الوسائل من أجل هدف غير مفهوم سوى تشويه صورة دولة قطر. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، كانت هناك إرادة سياسية صلبة وموقف ثابت، وهذه مسألة مهمة جدا. النقطة الثانية هي الحقيقة النشاط والتفاني الذي رأيناه من رأس الدبلوماسية القطرية سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. لعلنا يعني جميعا نذكر رحلاته أثناء شهر رمضان المبارك، كان يذهب للدولتين والثلاث دول في اليوم الواحد في رمضان، وأنا أظن أن جميعنا يعني وجميع الشعب القطري كانت قلوبه وعيونه يعني ترحل معه حيث رحل. صحيح. لكن كذلك في الخارجية هناك كثير من الدبلوماسيين في داخل الخارجية وفي السفارات المختلفة يصلون الليل بالنهار ولا أبالغ، كانوا ولا زالوا، وهؤلاء يستحقون كل التقدير والتحية. نعم. صحيح. انتقل إلى السؤال الثاني. شاعر عايض. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير. كل الشكر لكم لإتاحة الفرصة لنا بهذا السؤال. أوجه سؤالي لسعادة الأستاذ لولو الخاطر، أقول رب ضارة نافعة، بماذا انعكست هذه المقولة دبلوماسيا وسياسيا على تحركاتكم في مواجهة دول الحصار؟
وشكرا. شكرا شكرا الشارع. تفضل يا سعادة. يعني دعونا نتفق أن الوضع الحالي ليس هو الوضع الأفضل، لكنه وضع لم نختره، أما وقد كان فقد كان التعامل معه كأفضل ما يكون. ما حصل بمناسبة رب ضارة نافعة هو أن المجالات وأفاق التعاون فتحت أمام دولة قطر للتعاونات والشراكات الثنائية مع جميع الدول. هناك الجولات القارية لصاحب السمو بدأت حتى قبل الحصار والآن مستمرة وستستمر إن شاء الله، فهذه فتحت لنا أفاق كثيرة من الشراكات. نعم شكرا شكرا سعادة السيدة لولو الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. طبعا قبل ما أنتقل لك الدكتور أحمد القديدي ننتقل معك وأيضا مع الجمهور والسادة المشاهدين إلى محورنا الثاني، وننتقل طبعا إلى هذا التقرير واللي يتحدث عن العلاقات الدولية الواسعة التي رسمتها دولة قطر في زمن هذا الحصار. نشاهد التقرير ثم العودة لمحورنا الثاني في هذه الندوة. وكما ترون من النجاعة التي عالجت فيها الحكومة بوزاراتها المختلفة ومؤسسات الدولة الأخرى الأزمة بتوفير كافة احتياجات السكان بحيث لم يشعروا بالفرق في حياتهم اليومية، فإن نفس هذه الكفاءات التقنية والإدارية والسياسية والإعلامية التي تعاملت مع الأوضاع بروية وعقلانية وتصميم قادرة على تشييد صرح استقلالنا الاقتصادي وحماية أمننا الوطني وتعزيز علاقاتنا الثنائية مع الدول في هذا العالم. بثبات ورسوخ مضى ركب الدبلوماسية القطرية يشق طريقه نحو آفاق أوسع، فالحصار أريد من ورائه بالدرجة الأولى عزل الدوحة عن محيطها الإقليمي وشيطنة دورها على الصعيد الدولي، لكن هذا المبتغى ظل صعب المنال في ظل لغة دبلوماسية هادئة وجولات مكوكية وخطاب إعلامي متوازن نجحت من خلاله دولة قطر في سحب البساط من تحت أقدام دول الحصار. زيارات الدولة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كانت محطة فارقة في أيام الحصار المئتين، فكانت جولته الأولى إلى كل من تركيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة فرصة لإيضاح وجهة نظر الدولة فيما يجري وبحث تداعيات الحصار وسبل حل الأزمة. وفتحت هذه الزيارات آفاقا أرحب للحوار مع صناع القرار الدوليين، حيث بحث حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى آفاق تطوير العلاقات بين الدوحة وتلك العواصم. وفي جولته الثانية منذ الحصار توجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى شرقا نحو القارة الآسيوية في زيارة شملت ماليزيا وأندونيسيا وسنغافورة. أعلن عقب هذه الزيارات عن عقود شراكة وتعاون في مختلف المجالات. استقبلت الدوحة منذ الأزمة العديد من زعماء وقادة دول العالم على رأسهم سمو أمير دولة الكويت الذي تقود بلاده جهود الوساطة، بالإضافة إلى الرئيس التركي والفرنسي والرئيس السوداني وملك المملكة المغربية والرئيس الفلسطيني. كما شهدت الدولة حراكا دبلوماسيا قويا عقب بدء الحصار بزيارات لوزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي. تحركات لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني شملت عواصم العالم، جاءت في ذات سياق الدبلوماسية القطرية الرامية إلى حل أي خلاف ضمن حوار يضمن سيادة الدول واستقلال قرارها. ربحت إذن قطر رهان الجولة الدبلوماسية والسياسية في معركة الحصار الجائر الذي تخوضه منذ 6 أشهر، وحافظت على علاقات متينة ومكانة متميزة على مستوى العالم والمحيط. نجدد طبعا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، ونجدد الترحيب أيضا بالجمهور الحاضر معنا في هذه الندوة، وانتقل لك مباشرة الدكتور أحمد القديدي. وطبعا أنت دكتور في العلوم السياسية ورئيس أكاديمية معنية بالعلاقات الدولية. هنا أسأل كيف رسمت واستطاعت دولة قطر أن ترسم لنفسها خلال هذه الأزمة علاقات دولية؟ شكرا لك
للحضور الكريم. حياك الله. وأستسمحكم في قراءة نص مداخلتي لأن فيه تواريخ دقيقة لا يمكن أن أستحضرها من ذاكرتي. مسموح وتفضل دكتور. نعم. قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، صدق الله العظيم. وقال أبو تمام: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. صدقت هذه المعاني حين عشت معكم منذ 5 يونيو تعاقب الأحداث التي فرضت على شعب قطر. وتذكرون أننا في أول انطلاقها صدمنا بها من هول المفاجأة، فلم نصدق أنه بلا مقدمات ولا تمهيد أعلن 3 دول خليجية شقيقة ومعها مصر حصارا فوريا ضرب على دولة قطر برا وبحرا وجوا، ولم تكن دولة قطر تلقت أي إشارة أو ملاحظة من المحاصرين من قبل. وكانت الصدمة أقوى حين علمنا أن سبب الأزمة هو اختراق لقناة الأنباء، وكالة الأنباء القطرية، والاعتماد على هذا في لأول مرة في التاريخ، لأول مرة في التاريخ الحديث، إعلان قرار بهذه الخطورة انطلاقا من قرصنة وكالة الأنباء موقع انترنت. وكما تعلمون تولت دولة قطر تكذيب هذا وتفنيده، واعتقدنا أن الأمور سوف تمر بهذه الصورة. ولكن المخطط كان جاهزا، والغايات معلنة، وخريطة طريق المؤامرات محبوكة من قبل من قبل بعض القادة الخليجيين الجدد، ممن أطلق عليهم عديد المسؤولين الكبار وخاصة في أوروبا نعت المغامرين. ورغم عنصر المفاجأة وثبات نية الغدر كما سماها حضرة صاحب السمو، فإن قطر سرعان ما أعدت خطة لإحباط ما يبيت لها من شر. ولا أخفي عليكم أنني خلال 200 يوم كنت أتردد في كثير من العواصم الأوروبية بدافع مسؤوليتي عن الأكاديمية الأوروبية للعلاقات الدولية في باريس التي أنشأتها سنة 2007، والتقيت بكثير من السفراء وقدماء الوزراء والوزراء الحاليين في الاتحاد الأوروبي. وكان الانطباع من الخبراء في مراكز البحث والجامعات أنني أرغب شخصيا في فك طلاسم هذا الحدث الغير مسبوق. فطبعا كنت أتلقى كثير من أسئلة الزملاء لأنهم يعرفون أنني عشت في هذا المجتمع القطري الكريم حوالي 15 قرن. فكانوا يتساءلون عن المطالب، هذه المطالب 13 وما وراءها. وطبعا تشرفت بمواكبة نهضة قطر خلال 15 قرن الأخير. أعتقد أن العلاقات الدولية التي سنها الشيخ حمد بن خليفة واستمر فيها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم هي التي ترتكز على عنصرين اثنين: أولا عدم التفريط في سيادة دولة قطر، ثانيا التمسك بمجلس التعاون الخليجي وعدم المس بالرموز وسن سياسة في العلاقات الدولية تعتمد مثل ما قالت بنتي لولو الخاطر تعتمد على أخلاقيات. فأخلاقيات العلاقات الدولية بالنسبة لقطر هي التي جلبت لها التعاطف. فقطر لا يغفر لها، لا يغفر لها أنها كانت في طليعة من دعم كفاح الشعب الفلسطيني. وتذكرون إعادة أعمار قطاع غزة والزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الشيخ حمد وكسر بها حصار غزة، والمواقف حتى الأخيرة في كونه الشيخ تميم أول من أخذ التليفون
وهاتف ترامب بشأن القرار الجائر في إعطاء القدس للكيان الإسرائيلي. وأيضا تسمى قطر ملجأ المظيوم، كعبة المظيوم أو كعبة المستجيرين بها. فالشيخ حمد أجار كثيرا، والشيخ تميم أيضا أجاروا كثيرا ممن لجأ لهم من المثقفين وضحايا الاضطهاد، وأنا منهم. منذ سنة 92 لجأت إلى دولة قطر وعملت فيها وعشت أنا وعيالي فيها مطمئنين آمنين. إذن اللوم هو بإيجاز إرادة رفع الرأس في محيط حنا أغلب من تولى القيادة فيه مفاجأة تولى إحناء الهامات لغير الله، فتظل قطر مرفوعة الرأس في هذا المحيط. وطبعا هذا الحصار أتاح لدولة قطر حضورا أكبر في المحافل الدولية، وبوأها منزلة الريادة في الفضاءات الدبلوماسية، وعزز علاقاتها مع مختلف الدول الفاعلة، وزاد من إشعاعها في المنظمات الأممية والدولية والإقليمية. رغم الممارسات اللا أخلاقية التي سجلها المراقبون النزهاء لدى المحاصرين من عمليات شراء الضمائر وتنظيم ندوات مشبوهة وتأجير أقلام قابلة للبيع في أسواق النخاس العالمية المعروفة، لابد لي أن أشير إلى أسباب تحقيق قطر لهذه المكاسب حين انقلب السحر على السحرة. أول هذه الأسباب هو موقف صاحب السمو الشيخ تميم الثابت للتمسك بالسيادة، والتمسك أيضا بالقانون الدولي من معاهدة فيينا لسنة 61 التي يخضع لها المجال الدبلوماسي في العالم إلى اليوم. ولابد من تسجيل الحيوية التي ميزت تحركات سعادة وزير الخارجية الشيخ عبد الرحمن بن محمد، الذي كان ينفذ بأمانة توجيهات حضرة صاحب السمو في مجالات العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية أو أثناء حضور المناسبات الدولية والمؤتمرات الصحفية. ثم أن اللغة الراقية التي استعملتها الدبلوماسية القطرية لتوضيح الحقائق ودحض الأباطيل جلبت لدولة قطر الاحترام والتقدير. ولا يخفى عليكم أن ما تجنيه اليوم قطر بعد 200 يوم من الحصار هو التعاطف الشعبي العالمي معها، وما يصدر عن المسؤولين الكبار في الغرب وفي الصين وفي اليابان وفي الاتحاد الأوروبي من تصريحات شديدة التعبير يسمى في المعجم الدبلوماسي بالمساندة المبطنة أو بالحياد الإيجابي، وما هو إلا حصاد مبارك لعدالة الملف القطري وطرق الدفاع عنه التي أقنعت العالم في نهاية 200 يوم أن الحق والشرعية هما في الجانب القطري، وهو ما تؤكده بعض المؤشرات الدبلوماسية كانتصار دولة قطر في معركة العلاقات الدولية التي شنوها عليها. من هذه المؤشرات إعلان وزير خارجية واشنطن تيلرسون أن قطر تعتبر شريكا نازعا في مقاومة الإرهاب، وهو ما يسقط إحدى الذرائع الواهية للمحاصرين. وبعد ذلك تصريحه الذي ينتقد فيه صراحة سلوكيات المملكة العربية السعودية إزاء قطر ولبنان واليمن، ومنها تصريح وزير خارجية ألمانيا السيد زيغمار جابرييل الذي تكلم باسم الاتحاد الأوروبي يوم 17 نوفمبر حين استقبل وزير الخارجية اللبناني، فقال حرفيا إننا نأسف لروح المغامرة. روح المغامرة هو هونها شوية، وهي في الواقع روح التهور التي تتسع في المملكة السعودية منذ أشهر، وهو ما يعده الدبلوماسيين موقفا أوروبيا شاملا يلزم 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. ومن المؤشرات أيضا تسمية الأشياء بأسمائها من قبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بمناسبة استقبال صاحب السمو في باريس يوم 17 سبتمبر حين طالب بإنهاء الحصار المضروب على قطر في أقرب وقت ممكن، فوصفه بالحصار بلوكيس، ما قالش قطع العلاقات الدبلوماسية.
كما يدعي المحاصرون. ثم إننا إذا ما استعرضنا مواقف القوى العظمى غير الغربية مثل روسيا والصين لأدركنا أن إجماعا دوليا تشكل تدريجيا ليكون حاضنة دبلوماسية لدولة قطر. نعم. مما عجل بضرب عزلة دولية متنامية على دول الحصار ومن غرر بشعوبها ومن دفعها للانخراط في سياسات المحاور وتشتيت أواصر العائلات الخليجية والزج بالمنطقة في طابور خدمة أعداء الأمة بدون سند ولا حجة. ويسعدني في الأخير أن أذكر بأن الزعيم العربي الوحيد الذي هاتف الرئيس ترامب مثل ما قلت لكم بعد القرار محذرا وناطقا بكلمة الحق في حضرة السلطان الجائر هو حضرة صاحب السمو الشيخ تميم حفظه الله، كما كان الوحيد الذي أثار القضية الفلسطينية من على منبر الأمم المتحدة حين سكت الآخرون. خلاصة القول حضرات الأبناء وبنات الفضليات هي أننا بعد 200 يوم من الحصار نشهد على انتصار الحق على الباطل وانتصار الإرادة على الخديعة، ونحن نتابع استمرار دولة قطر في ريادتها لأنها الدولة التي تغير منكر العلاقات الدولية فتواصل بثبات ملحمة إشعاعها العالمي، حيث يبدأ صاحب السمو جولته الإفريقية انطلاقا من قطر آمنة قوية ليفتح لدولته أفقا أرحب من التعاون مع شعوب القارة الواعدة والصاعدة. لكن قطر بنبض شعبها تأسف لما يقع فيه محيطها من تصدع بعض الأسر، فهي أي قطر كما أكد حضرة صاحب السمو تأمل السلام لكل دول الجوار لأن الخليج هو محيطها جغرافيا وحضاريا وقدرها أن تعيش فيه. رجاؤنا الصادق أن تعبر هذه الأزمة ويعود الصفاء بين الأشقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكرك طبعا الدكتور أحمد الغديد، شكرا جزيلا لك. طبعا سيترك المجال للمداخلة وأيضا بعض الاستفسارات في نهاية الندوة من أجل طبعا كسب الوقت. قبل ما أنتقل لك السيد عبد الله بن حمد العذبة أنتقل معك وأيضا مع الجمهور ومع السادة المشاهدين إلى محورنا الثالث طبعا، وهو عن الإعلام القطري، إلى هذا التقرير والذي يلخص لنا كيف تعاطى كيف تعامل الإعلام القطري في هذه الأزمة. نشاهد معا هذا التقرير ثم العودة لاستكمال هذه الندوة. لن تربح حربا إذا خسرت معركة الأخلاق. الحرب هنا هي تلك الحملة الإعلامية التي شنتها دول الحصار على دولة قطر منذ فجر 24 مايو الماضي، حملة تجاوزت السقف والقاعة معا في تصعيدها وأسلوبها المنفلت من ضوابط الأخلاق والمهنية. باكرا قررت دولة قطر ألا تنزلق إلى مستوى إعلام تلك الدول، وأسست موقفها في الدفاع عن نفسها على أخلاقها وأعرافها، موقف حظي بإشادة متكررة وتأكيد دائم من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. كما تعلمون اتبعت قطر سياسة ضبط النفس والاعتدال في الرد والتسامي فوق المهاترات والإسفاف، وذلك احتراما لقيمنا وعرافنا وحرصنا على العلاقات الأخوية بين شعوب الخليج. وقد كسب نهج قطر السياسي ودبلوماسيتها احترام العالم أجمع. بالعودة إلى أيام الأزمة الأولى، يلحظ المتابع أن أخلاق الإعلام القطري وإن كانت مستمدة من أعراف المجتمع فإنها أسندت ببيان من مكتب الاتصال الحكومي دعا فيه إلى التحلي بالمسؤولية وتجنب الإساءة إلى الشعوب أو الدول أو الرموز، بيان عززه توجيه من وزارة الثقافة والرياضة لأصحاب الرأي والكلمة إلى ضرورة انسجام ما يقولون ويكتبون مع تعاليم الدين وإرث القطريين وقيم الإنسانية، في مقابل الحرص القطري على احترام الطرف الآخر رغم الخلاف معه. أصدرت دول الحصار قانونا يفرض على مجتمعاتها أن تسلك طريقا واحدا في هذه الأزمة، هو طريق الإساءة إلى دولة قطر ورموزها، ورفعت تلك الدول في وجه المتعاطفين مع قطر عقوبات بالسجن والغرامات، بل إنها في وقت لاحق اعتبرت الصمت نوعا من التعاطف. كانت دول الحصار تجرم التعاطف مع دولة قطر، يعني تحاسبك على مشاعرك
كإنسان لك مشاعرك، لك قرابتك في السعودية، لك قرابتك في البحرين، أيا كان. كثير من الأخوان في قطر تعاطفوا مع السعودية في الأول وتعاطفوا مع البحرين، ولم يتم اتخاذ أي إجراء معهم، ما يحقهم. الأخلاق إذن هي العنصر الأهم الذي أعطى التفوق للاستراتيجية الإعلامية القطرية في مواجهة الحصار وماكينته الدعائية الضخمة. دولة قطر على رأسهم سيد حضرة صاحب السمو حث المواطنين والمقيمين القطريين بعدم الإساءة وعدم التطاول، وشكرهم على الأخلاق الرفيعة. طوت الأزمة حتى الآن 200 يوم كاملة، ولا تزال الأخلاق والتسامي وعدم الإسفاف عناصر تعطي المقبولية والمعقولية للخطاب الإعلامي القطري، بخلاف إعلام الطرف الآخر الذي آثر إطلاق الشتائم والتهم. طبعا الترحيب بكم مشاهدينا وأيضا مستمعينا في إذاعة قطر وبالجمهور الحاضر معنا في هذه الندوة وكذلك ضيوفنا الكرام. سيد عبد الله بن حمد العذبة، طبعا 200 يوم من هذا الحصار، ولعلك واكبت جميع ما حصل من تعاطي إعلام دولة قطر المشاهد والمسموع والمرئي مع هذه الأزمة. طبعا تميز إعلام قطر، وليس فقط إعلام قطر بل حتى مغردو ومغردات قطر والأشقاء العرب المقيمين في دولة قطر بالسمو وعدم الإسفاف والخوض في سفاسف القول. فالمعركة الحقيقية لم تكن فقط معركة الإعلام المؤسسي، لابد أن نشيد أيضا بأبنائنا وبناتنا الذين كان لهم موقف رائع ومهم جدا باستخدام اللغة العربية واللغة الإنجليزية لإيصال الحقيقة لوسائل الإعلام لمتابعيهم في وسائل التواصل الاجتماعي. فكان لهم دور مهم حقيقة، وكان دورهم رشيق بعكس إعلام دول الحصار الذي تميز بالحجم الكبير مثل حجم هذا، بينما كان الإعلام القطري يعني بهذا الحجم. يعني هذا هو الفرق بين إعلام قطر الرشيق وإعلام دول الحصار الذي كان كبير الحجم لكن لديه صعوبة كبيرة جدا في إيصال ما يريده، لأنه كان يعتمد على الكذب. والدليل على ذلك أنهم منذ بداية الأزمة كانوا قد جهزوا الكثير من الضيوف لاستضافتهم على قنواتهم. يعني تعلن دول الحصار أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله قد صرح بتصريحات مضادة للقمة في الرياض. بعد إعلان هذه التصريحات ربع ساعة تجدهم على قناة العربية ما يعرف بالعبرية، قناة سكاي أبو ظبي، والإعلام المصري يدخل بأسلوبه الرادح. طبعا أنا أذكر أن اتصلوا بالإخوان في قناة الجزيرة وسألوني، فقلت بعد تغريدة للشيخ عبد الرحمن بن حمد الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام بأن هذه التصريحات لم تصدر، بل تعرضت وكالة الأنباء القطرية في موقعها لعملية اختراق. بناء على هذه العملية كان تركيز كل دول الحصار إيصال رسالة وشحن الرأي العام لديهم لإقناعهم بأن أمير قطر قد قال ذلك، وهنا كانت هي النكبة الكبرى لهم، لأنهم اعتمدوا في إقناعهم على مسألة إيران كذبا، وأن أمير قطر يذهب بعيدا ويريد تمزيق الخليج ويريد نظامه أن يقوم بقلب أنظمة الحكم في المنطقة. فشعر المواطنين بنوع من الخوف، فالتفوا حول إعلامهم الكاذب لفترة لم تطل طويلا. وبعد ذلك طبعا رأينا قوانين تصدر في هذه الدول وعقوبات واعتقال الكثير من المغردين والإعلاميين في دول الحصار، لأنهم قالوا بأن هذه الحملة على قطر أخذت منحا لا يليق حتى بدولنا. يعني كان تعبيرهم
حزنا على دولهم وعدم وصول الإسفاف إليهم. ففجأة وجدنا أن إعلام الردح الذي كان في مصر أصبح بين عشية وضحاها في إعلام دولة بحجم المملكة العربية السعودية التي تصف نفسها بأنها تقود الأمة وأن خادم الحرمين الشريفين هو قائد الأمة الإسلامية وحامي الحرمين. وجدنا إسفاف لا يليق. طبعا بمتابعة الأمر وجدنا أن هناك تنسيق إعلامي، يعني حتى البيانات كانت تصدر من إمارة أبوظبي وتجد نفس المادة الإعلامية تنشر في أبوظبي في السعودية وفي جزيرة الريتويت المعروفة باسم البحرين، تجدها كلها تبث في نفس الوقت وتحمل نفس الكلمات بالضبط. وعند وصول المسألة إلى الانكشاف انكشفوا أمام الرأي العام بأن حتى وكالة المخابرات الأمريكية أعلنت بأن دولة قطر تعرض موقع وكالة الأنباء القطرية فيه إلى عملية اختراق من قبل دول الحصار، وذكروا اسم الإمارات تحديدا على مسؤولين على مستوى سياسي كبير شرعنوا هذا الاختراق. فجأة قام إعلام دول الحصار بتغيير الخطاب من أن أمير قطر صرح بكذا وكذا إلى الدخول على اسم جديد وهو تنظيم الحمدين، وأن الشيخ حمد بن خليفة الأمير الرواد وحمد بن جاسم الجبر هما اللذان يحكمان دولة قطر، وأن الشيخ تيمي لا سلطة له. فتغير الخطاب أمام الناس ولجأوا في الإعلام إلى حيلة قديمة أن والله القذافي والاتصالات مع القذافي. الشيخ حمد بن جاسم الجبر ظهر في الإعلام وبين بأن هذا كان في نوع من المجراء القذافي وتم إيصال الأمر إلى الملك عبد الله رحمة الله عليه، وفي جزء مفبرك ليس حقيقيا في عملية التسجيلات. فأصبح إعلام دول الحصار أمام مأزق حقيقي. آخر تقنية لجوا إليها أو حيلة هي وصف القضية مع قطر بأنها صغيرة جدا جدا جدا. لماذا؟ لأن عند عقد مؤتمر نيوم اجتمعت وكالة رويترز مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية وسألوا قالوا كيف ستستثمر دول العالم والشركات في دولتك وأنت لديك حرب في اليمن، لديك نزاع مع قطر؟ طبعا في ذلك الوقت لم يفتحوا النزاع طبعا مع لبنان ولم يفتحوه أيضا مع الجزائر مؤخرا. فقال لا لا لا، مشكلة قطر صغيرة جدا جدا جدا. التقطها الإعلام وكان القصد هو عدم تخويف المستثمرين إعلاميا يريدون إيصال الرسالة لهم أنها قضية لن تتصاعد، وبدأوا يكررون هذا الأمر. لكن كل يوم ترى هناك حشد من التغريدات لا تصدر على لسان إعلاميين فقط، بل على لسان وحساب موثق، حساب يمثل ملك السعودية، يمثل ولي عهد السعودية بحسب الحساب نفسه، وهو حساب سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي السعودي، بأني أنا الناطق باسم الملك واسم ولي العهد وأنا لا أقدح من رأسي، كل ما ترونه هذه تعليمات. برغم أنهم يكررون إعلاميا أن قضية قطر صغيرة جدا جدا، إلا أن الخطاب لا يتوقف عن مهاجمة قطر، ودليم ما يتوقف كل يوم والثاني راجع لك على موضوع قطر. طيب أخي قضية صغيرة جدا جدا انسوها، يشغلوا في الأمور الكبيرة. بعدين يستخدمون شماعة إيران إعلاميا وأن إحنا في حرب مع إيران وأن قطر عميلة لإيران ويجب أنك تحارب العدو الخفي قبل العدو الظاهر. يا رجل أنتوا لو كنتوا صادقين أنتوا وإمارة أبوظبي كان حررتوا الجزر، أول من يقف معكم أهل قطر وكل العرب، لكنكم ترفعون شعارات كاذبة بقصد السيطرة على دول المنطقة واستخدام مسألة الاستقرار، ووجدنا أنه لا يوجد استقرار ولا حكمة. خلقوا مشكلة مع قطر، قبلها في اليمن حتى إعلاميا، بعدين مع لبنان، شوي مع الكويت، آخر شيء اليوم إعلاميا تنسحب قناة أبوظبي وقنوات رياضية عندهم من المؤتمر الصحفي لكأس الخليج. ليش قناة الكأس موجودة وليش القنوات القطرية موجودة؟ شغل أطفال يعني، حتى ما احترموا المضيف اللي هو دولة الكويت التي ما زالت تمارس الوساطة. فإعلامياً هم يعانون من مراهقة،
يعني شغل أطفال وشغل مجاكر يعني. بعدين مثلا حتى في الإعلام أخوي محمد تذكر مرة ناقشنا مثلا تأتي كلمة وزير خارجية دولة قطر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن، تجي قناة الحدث الأصغر تسوي زوم أوت لا تشوفونه، ترى هذا اللي يتكلم واحد من الفضاء من المريخ جاي، ما في شخص موجود، هذا الصوت اللي تسمعونه ليس صوت وزير خارجية دولة قطر. لكن في المقابل ترى الجزيرة مباشر مثلا لا تقوم بمثل هذه التصرفات الرعناء الطفولية، وتقوم بعرض كلمات كل وزراء خارجية دول الحصار، بل ويقوم الإعلام القطري بعرض كافة وجهات النظر، من ضمنها مثلا آخر ما عرضناه مطالبة ناشطين في تويتر لإصلاح ذات البين بين الشقيقة الإسلامية الكبرى تركيا وبين إمارة أبوظبي بعد أن قام وزير خارجية إمارة أبوظبي بإعادة تدوير تغريدة مسيئة للتواجد العثماني في المنطقة والخلافة العثمانية، لأنهم أتاتوركيين الهوى في إمارة أبوظبي يعني عشان نكون واضحين. فغضبوا، لماذا نذكر ذلك في صحيفة العرب القطرية؟ أن هناك مطالبات لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لإصلاح ذات البين، لأن الناشطين أنفسهم يعولون على أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيتسامى فوق الجراح وسيسعى لو لجأت إلى إمارة أبوظبي لرأب الصدع مع تركيا. ولا يسرنا يعني برغم الحصار والأزمة الخليجية أن يكون هناك المزيد من خلق الجبهات التي تقوم دول الحصار بخلقها وعدم استقرار المنطقة، فالمنطقة تمر بمأزق كبير. فإعلاميا أصبح لدينا في دولة قطر نوع من رفع الحرج، كان هناك الكثير من القضايا التي كنا نراعي فيها منظومة مجلس التعاون والشقيقة الكبرى سابقا المملكة العربية السعودية لم نكن نتناولها، فأصبحنا اليوم نتناولها بموضوعية دون اللجوء للكذب. وما زال إعلام دول الحصار يلجأ إلى الكذب وإلى القذف وإلى الخوض في الأعراض، ولكن كان هذا من نقاط ضعفهم ومن نقاط قوة إعلام دولة قطر، أنه كان راق جدا ولم ينزل إلى الحضيض الذي وصلت إليه دول الحصار. ولله الحمد. شكرا السيد عبد الله بن حمد العذبة رئيس تحرير صحيفة. بالفعل السيد عبد الله يعني لعلي أحد إعلامي دولة قطر، تعاملنا في هذه الأزمة لم ننل من الرموز، لم نتحدث عن الأعراض، لم 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 لم، في المقابل كانت هناك إساءات مستمرة ليلة نهار من قبل إعلام دول الحصار. أنا قبل ما انتقل للدكتورة حنان الفياض أستاذ المشارف في جامعة قطر، ننتقل جميعا إلى محورنا الرابع، ولكن بعد هذا التقرير واللي ياخذنا إلى صورة التلاحم الوطني في دولة قطر خلال هذه الأزمة، نشاهد معا هذا التقرير ثم العودة لمحورنا الأخير. وقد وقف الشعب القطري تلقائيا وبشكل طبيعي وعفوي دفاعا عن سيادة وطنه واستقلاله. لقد أصبح كل من يقيم على هذه الأرض ناطقا باسم قطر، وأشير هنا بكل اعتزاز إلى المستوى الأخلاقي الرفيع الذي يتمتع به هذا الشعب في مقابل حملة التحريض والحصار الذي تلاها، وإلى جمعه بين صلابة الموقف والشهامة التي يتميز بها القطريون دائما. واضحا وضوح الشمس، راسخا رسوخ مبادئ وأخلاق أهل قطر، جاء الموقف الشعبي تجاه الحصار الجائر منذ يومه الأول. فكان القطريون والمقيمون محط إشادة العالم برقي أخلاقهم وحسن تعاملهم مع مجريات الأزمة، فقابلوا الإساءة بالأحسان وشهد لهم القاصي والداني بكرم أخلاقهم وأصالة معدنهم. فالتف الشعب القطري حول قيادته في صورة عكست وعي من يعيشون على هذا الثرى تجاه ما يجري من أحداث. ولأن نظرة المحاصرين قاصرة للأحداث ولطبيعة مكونات المجتمع القطري، أصابتهم خيبة الأمل مبكرا بعد أن راهنوا على إحداث حالة من السخط في الشارع القطري. مقابل ذلك رسم أهل قطر لوحة تجديد البيعة للقيادة الرشيدة، حاملين لواء إسقاط الحصار وتداعياته. الحصار أفرز العديد من الإيجابيات والإنجازات لأهل قطر، فكان الاعتماد على النفس
واكتشاف الطاقات الكامنة وزيادة الترابط والتضامن بين الشعب القطري وقيادته. على امتداد كورنيش الدوحة احتشد الآلاف في استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بعد عودته من أولى جولاته الخارجية منذ الحصار، في رسالة محبة من الشعب إلى القيادة، ورسالة أخرى إلى دول الحصار وإلى كل من يتوهم أنه يستطيع بث الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب القطري، فشعب قطر متماسك قوي لا تثنيه شدة. نالك على العسر والليل والذي يدعي عرس وطني ليس كغيره هو الذي شهدته قطر مع احتفالها باليوم الوطني. شكلت الاحتفالات فرصة للكبير والصغير، للمواطن والمقيم، لإيصال صوتهم للعالم. قلوب مجتمعة تلهج بحب قطر، فالكل يجدو أجمل الألحان لدولة متماسكة لم تلن عزيمتها وظلت رايتها خفاقة رغم كل المحن. طوى المجتمع القطري صفحة الحصار وجعل من ذلك اليوم ذكرى في سجل التاريخ، فقطر قبل الحصار ليست هي ذاتها بعد الحصار. وسار الركب على نهج الأولى وعلى ضياء الأنبياء لتظل قطر على مدى الدهر سيرة عز وأمجاد الإباء. حياكم الله مشاهدينا الكرام وأيضا مستمعينا في إذاعة قطر، وكذلك نجدد الترحيب بالجمهور الحاضر معنا في هذه الندوة وكذلك بضيوفنا الكرام. دكتورة حنان، صورة طبعا التلاحم الوطني تعددت ولله الحمد خلال هذه الأزمة وأصبحت محل اعتزاز وفخر لكل مواطن ولكل مقيم على هذه الأرض الطيبة. صحيح، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الأول طبعا أشكر تلفزيون قطر على هذه الاستضافة، ونشكركم أيضا على كل الجهود اللي قمتوا فيها في فترة الأزمة، يعني من كشف لحقائق كان الكل يحتاجها. بعد مرور 200 يوم على الحصار نستطيع أن نقول أن هذه الأزمة هي الحسنة التي أتتنا من حيث لم نحتسبها. طبعا الحسنات كثيرة في هذه الأزمة، لكن ربما أعظم هذه الحسنات هو هذا التلاحم الوطني الاستثنائي الذي يشهد به 18 ديسمبر 2017. صورة التلاحم عجيبة تتكرر صورة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد رحمه الله في تلاحم أهل قطر معه. التاريخ يعيد نفسه، نفس الصورة في ظروف مختلفة. طبعا اللافت في اليوم الوطني هذا هو التلاحم الكبير بين الشعب القطري وبين المقيمين على أرض قطر وبين القيادة، هذا من جانب، إضافة إلى التلاحم بين الشعب القطري وبين الأخوة المقيمين هذا من جانب آخر. أحسنت إلينا هذه الأزمة في خلق شكل من أشكال التجانس ربما بين كل شرائح المجتمع ربما لم نكن نحلم به في يوم من الأيام، وهذا طبعا يزيدنا رضا ويعني شعور بالأمان والاطمئنان في بلادنا. طبعا أيضا ربما هنا يثار تساؤل، يعني إذا كان من الطبيعي أن يتلاحم المواطن القطري مع قيادته فأما طبيعي، لكن المقيم يعني من أين أتى بكل هذه الأحاسيس الوطنية؟ وتحليلي أنا لهذا الأمر الشخصي أن السياسة القطرية أو السياسة التي اتبعتها قيادتنا في حفظ كرامة الشعوب، في الدفاع عن حقها في العيش بسلام، هذه كان لها آتت أكلها كما يقولون، وكان لها أثرها في صوت الحب الذي سمعناه من المقيم على أرض قطر، لأنه ربما كان تعبير عن الامتنان أو تعبير عن الدعم أو تعبير عن الشكر أيضا.
يعني بعد مرور 200 يوم على الحصار ومع إطالة أمد الأزمة تتنامى مكاسب قطر على كل المستويات. فمثلا من الجانب السياسي ظهر واضحا لكل العالم أن سياسة دبلوماسية قطر ترتكز على ثبات الموقف، ترتكز أيضا على الحكمة، على الاتزان، على توظيف ثقافة الاختلاف بكل نبل. أيضا طبعا مكاسب من الجوانب الاقتصادية من ضمنها يعني افتتاح ميناء حمد وكثير من المكاسب التي تصب في صالحنا. طبعا احنا لا نستطيع أن ننكر أن إطالة أمد هذه الأزمة ليس من صالح المنظومة الاجتماعية الخليجية وليس من صالح يعني الشعوب الخليجية أن تطول هذه القطيعة، لكننا نستطيع يعني أن نجزم أيضا أن الشعب القطري اليوم يتعايش مع يعني مع هذه الأزمة بهدوء يعني غير عن السابق. وإن كنا نتمثل قول الشاعر وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي، أنا يعني أجزم الآن أن نعم الظلم يعني كان شديدا وقاسيا، ولكن لكن طبعا القطريين يتعايشون أو تعايشوا مع هذا الظلم، ولا وليس ذلك فحسب، بل هم اليوم يستطيعون بكل اقتدار على مقارعة الحسام المهدد وليس المهند. طبعا طبعا ايضا من مكاسبنا في هذه في هذه مكاسب قطر في إطالة هذه الأزمة، هو مكسب عظيم جدا، هو تنقية المعتقد الفكري والثقافي للشباب القطري وإزالة بعض يعني بعض أشكال النمطية في تفكيرهم. الشاب القطري اليوم يتمثل مقولة قطر اليوم ليست قطر في السابق، هو نفسه يرى أن نفسه اليوم ليس كما كان في السابق. يعني اليوم مثلا تلاحظون أن الشاب القطري يحاول بكل قوة أن يكون له دور في دفع عجلة التنمية وأن يضع بصمته في التنمية، عمليات التنمية المستدامة. لاحظنا أنهم بدأوا يدخلون في مشاريع اقتصادية ويشاركون ببسالة في هذا الأمر. يعني كثير من الأفكار والمعتقدات اللي كنا نجتهد في تدريسهم إياها في المدارس، يعني مثلا التسويف، ثقافة الاستهلاك، بعض هذه الأفكار الآن الشاب القطري هو الذي ينبذها وهو الذي يحاول أن يدفعها عن حياته. طبعا هذه حسنة أيضا من حسنات يعني إطالة أمد هذه الأزمة، لأنها يعني تلقي بظلالها على فكر الشباب وعلى توجهاتهم. أيضا ألقت هذه الأزمة بظلالها على الحياة الثقافية في قطر، فالحجر الذي كان هدفه أن يسقط على رؤوس القطريين سقط في المياه الراكدة وحرك هذه المياه، ولازالت الدوامة تكبر وتكبر وتتسع حول هذه المياه. هذه الدوامة الآن تبث الحياة في حنجرة المغني، وتبث الحياة في ريشة الرسام، وتبث الحياة في قلم الأديب، وتبث الحياة في عقل المفكر. فيعني إذا كان الفن هو صوت التاريخ أو صورة التاريخ، فللأسف يعني ليس من مصلحة دول الحصار استثمار الفن في تسجيل يعني بعض الرسائل المسيئة والتي تبث يعني رسائل الضغينة والفتن كما سمعنا. طبعا مكاسبنا كثيرة من الحقيقة من إطالة أمد الأزمة، نحن لا نتمنى أن تطول، ولكن نحن نحقق يعني الكثير من المكاسب العظيمة. في النهاية أنا يعني أهنئ الشعب القطري على يعني أخلاقهم العالية ونجاحهم في هذا الاختبار الصعب. أضم صوتي إلى صوت الشعب القطري في رفض كل ما يمس بسيادة دولة قطر أو كرامة المواطن القطري بأي شكل من الأشكال. نعم، شكراً الدكتورة حنان الفياض، أستاذ مشارك في جامعة قطر.
الآن بإمكاننا فتح المجال إما إن كانت مشاركة أو حتى تساؤل. تفضل ود المايك الأخ. الاسم أخوكم يحيى المعجمي. حياك الله. الله محييك. أيا قطرا يسمو الوجود بحبها والكل يهتف والدوحة ترحب. مساءكم جميل بجمال صمودكم وتلاحمكم وحب قيادتكم. أنا مواطن سعودي وأعمل في السفارة السعودية في باريس، وأعلنت تضامني مع قطر، ويعني ترتب على هذا الأمر يعني مورست علي ضغوط وتهديدات، واضطررت أن أغادر من باريس إلى قطر، وتم فصلي وتهديدي، وأنا الآن بينكم أشعر بسعادة وحب، وأتساءل وأسأل الأخت سعادة الأخت لولوة، ما ذنب المتعاطفين والمتضامنين مع قطر من الشعب السعودي والموجودين الآن في قطر، وما هو مستقبلهم نظير تضامنهم؟ أكرر حبي وتحياتي وأشواقي. شكرا لك. بيعود على سعادة اللواء. نعم. طبعا مرحب بأخينا وبجميع إخواننا من جميع الخليج. بالفعل. في دولة قطر، سواء أبدوا تعاطفهم أم لم يبدوا، الباب مفتوح للجميع. الحقيقة هذا السؤال لا أستطيع أنا أن أجيب عليه بقدر ما هو سؤال موجه للطرف الآخر، وهذا يحيلني إلى مسألة أخرى، مسألة أن المشكلة صغيرة جدا جدا جدا. هل مشكلة مواطني مجلس التعاون المحرومين من دخول دولهم والعوائل المشتركة هل هذه مشكلة صغيرة جدا؟ الحقيقة الكرة هنا في ملعب إخواننا، لابد أن ينظروا لهذه المسألة من منطلق المسؤولية التاريخية لهم. نعم. ومرحب بك أخي في بلدك الثاني. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم الدكتور علي بن صلهام الشبيسي من جامعة قطر. يا مرحبا دكتور. ما عندي سؤال أخ محمد، أحب أني أهنيك وأنت واحد نفسك مكسب من مكاسب هذا الحصار، وأحب أهنيك لأن على البرنامج والجماعة ما قصروا حقيقة في كل المحاور، الضيوف الأربع في كل المحاور الأربع غطوها بما فيه الكفاية، فما عندي سؤال لكن عندي مداخلة سريعة أتمنى أنك تعطيني الوقت أني أقولها، لأني مواطن قطري بسيط. لك الوقت، لك الوقت دكتور علي. جزاك الله خير. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله تعالى، وقالها سمو الأمير الحكمة المعروفة، رب ضارة نافعة. قبل سنة من اليوم 18 ديسمبر 2016، احتفالات اليوم الوطني ألغيت بإرادة القيادة السياسية في هذه الدولة الحبيبة، تضامنا مع إخواننا في سوريا، في حلب. نعم في حلب. واستبدلت بحملة حلب لبيه تضامنا مع إخواننا في سوريا، مع أن كل التجهيزات كانت موجودة، عرضات القبائل، المسير الوطني الذي ألغي، وكل هذا كان مواساة لإخواننا في سوريا. نعم. بعد 6 شهور فقط نعمة الحصار، أنا أشكر الله على نعمة الحصار، ألغينا يوم، الله استبدل لنا اليوم بمئتين يوم وطني عشنا حاليا، لعلنا عشنا أجمل الأيام في 10 أيام الأخيرة، لكن 200 يوم وطني ما زالوا والعداد شغال. أيام وطنية عوضنا الله عن اليوم الوطني الذي خسرناه في 2016. بالفعل بالفعل. شكرا دكتور علي. عددنا بسيط اخ محمد، 300,000 قطري، لا ننكر هذا الشيء ابدا، فينا البركة ان شاء الله. نفخر بهذا العدد. رساله لدول الحصار، مشكله قطر
قطعا صدق من قال مشكلة قطر صغيرة جدا جدا جدا، لأن تأثيرها علينا في الميتين اليوم الذين التي مضت، تأثيرها علينا في حياتنا اليومية، في مشاريع الدولة البنية التحتية وكل مشاريع الدولة التنموية المستقبلية كان بسيط جدا 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 جدا. وهذا هذا شيء أنا حاسة. نعم. وهذا شيء إحنا عايشينه. رسالة لدول الحصار، عددنا 300,000 قطري. نعم. صلابة عزوم وإرادة أصغر مواطن قطري أكبر من كل ظلم دول الحصار. ولو استمر الحصار مش 200,000 20,000 200,000 يوم أو إلى أبد الدهر، لن تركع قطر. الحصار عبارة عن حرب اقتصادية لإركاع وإخضاع وإذلال هذه الدولة. هذه الدولة لن تركع ما دام فيها 300,000 تميم، فكلنا عيال أبو مشعل. نعم، شكراً. شكراً دكتور علي بن صلهام، شكراً. مشاركة وراك الإعلامي ناصر بن سالمين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. في البداية يعني شهادتي فيك مجروحة أخوي محمد، الله يطول. ولكن من مكاسب الحصار أشياء كثيرة عرفناها في هذا الحصار، اللي احنا نعتبر مثل ما قال سمو الأمير الله يحفظه ان قطر قبل 5 يونيو تختلف عن قطر بعد 5 يونيو، احنا نعتبرها هي انطلاقة جديدة لقطر واختصار لتحقيق رؤيتنا الوطنية. يمكن الإنجازات كانت في السابق تظهر بشكل دائم، لكن ما كنا ننتبه لها وما كان الإعلام يركز عليها بشكل كثير. بالضبط. لكن في الست شهور هذه كانت الإنجازات هي نفس الإنجازات اللي ما كانت قبل 5 يونيو، ولكن أضيف لها بعض الحماس وبعض الحب وبعض الكثير من التشجيع من الشباب. ومثل ما ذكرت الدكتور هناك تغير في الفكر في المزاج الشباب بشكل عام. ما أقدر أضيف أكثر مما أضاف الأساتذة، سواء أستاذ عبد الله أو الأساتذة الكرام اللي موجودين معك. ولكن أيضا هناك مكسب آخر، ومش مجاملة يمكن أنا لأول مرة أجلس يعني وأتابع الأخت لولو الخاطر، اللي أفخر بأن هناك يعني أستاذة مثل لولو الخاطر ومثل الدكتورة حنان الفياض اللي دائما ما يشرفونهم خير المثال أيضا للمشاركة العنصر النسائي في دولة قطر. وهذا الحصار ما هو إلا فقط إضاءة، هذا الحصار إذا كان يقوينا أو ما يضعفنا أبداً بإذن الله. وبصفتي مواطن قطري قبل، وليس بصفتي كإعلامي، بصفتي مواطن قطري مثل كل هالقطر، أنا أتبدى وأرحب بالأخ السعودي وأقول له وبيتي مفتوح له هو وأسرته. وهنا نستذكر بيت المؤسس الله يغفر له اللي يقول، وتعلمنا هذا الشيء من مؤسسنا ومن قيادتنا مثلا. نعم. في سمو الشيخ تميم الله يحفظه، البيت يقول أحن كعبة المظيوم إلى ما وزابنا نجيره ولا نرضى بغير رضاه. فأنا أقول له مرحبا ومسهلا بك، وصلت كعبة المظيوم وأنا كقطري بيتي مفتوح لك وأتبدى بأخواني كلهم. ما فيك شكة. شكرا جزيلا. نأخذ آخر مشاركة قبل الانتقال إلى الضيوف. تفضل عطل الأخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين، اللهم صل عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عربي، حياك الله، وجئت إلى قطر في زيارة، وأنا من أول المتضامنين مع قطر، وكنت أرقب الأحداث عن بعد، ولهذا سأتكلم إذا تسمح لي والوقت بعين المراقب الذي ينظر إلى كل الأطراف. تابعت المسألة الخليجية وتابعت الإعلام في كل الجهات، وللأسف الشديد هناك إعلام سقط سقوطا لم أكن أتوقعه في يوم من الأيام، واتجهت بوصلتي إلى قطر لأرى أو لأعز نفسي إن كان هناك إعلام راسخ جيد أفتخر به. فتابعت الأخ عبد الله العذبة، أقدم له التحية، وتابعتك وتابعت كثير من القنوات والإعلام القطري. والحقيقة
عزيت نفسي بأنه لا زال هناك من يحمل الكلمة الصادقة والحرف ويحاول أن يضع الأمور في نصابها. وأيضا تابعت المواقف السياسية لدولة قطر، وأدهشني الاتزان الذي أبدته السياسة القطرية والإعلام القطري، والذي جعلني أحس بفخر وأعلن تضامني مع قطر، لأنني أشعر بأنني وجدت هناك من يستحق أن تقف معه. قطر لمئتين سنة هي انتصارات وليست حصار يا أخواني، هي انتصارات. أنا غردت في أحد التغريدات وأنكالت علي التهم كما تفضل الأخ عبد الله، فكان ردي إلى أحد الإخوان ولا أريد أذكر دول أو أسماء، فقلت له أنني تجولت في قطر ولم أرى شحادا في الشارع، وهذا يدل على أن هناك عدل، ويدل على أن هناك حكومة ترعى شعبها. ما حصل من مقولة أراها في كل الشوارع، لنا تميم ولكم العالم، نعم. والله إنهم فازوا. نعم، ونحن نشكرك بدور الله يسلمك. فأنا المهندس الشيخ فهران حواس صديد شيخ شمر في العراق، ونعم، في ونعم زيارة بيك لقطر، ويسعدني وأنا جدا سعيد أعطيتني هذه الفرصة. ونعم ونعم، حياك الله. حياك الله. هلا قبل ما نختم نعطي كلمة أخيرة لكل الضيوف، تفضلي. أكرر شكري مرة أخرى، مستمرون بإذن الله في ثباتنا، مستمرون في صمودنا، والباب دائما مفتوح لحوار بناء على أن لا يمس سيادة دولة قطر ولا المصلحة العليا لشعبها. نعم دكتور أحمد، حديثك عن مستقبل العلاقات لهذه المنطقة بعد كل ما رأيت. هي مثل ما قالت الآية الكريمة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في أشياء في علم الله، ولكن نحن كبشر نلاحظ ونسجل أن جزى الله الشدائد كل خير. هي التي أظهرت مش العدو من الصديق أو الصديق من العدو، ولكن في دولة قطر أظهرت كثير من المواهب والقوى الحية التي تعيش في هذا المجتمع. فهذه كلها عناصر تبشر بالخير وتبشر بمستقبل أسعد وأرغد وأفضل للعلاقات الدولية. فالدول مثل ما تعرفون ليست أقمارا صناعية في الفضاء، هي أسرة واحدة تضبطها قوانين وأعراف، تتحكم فيها منطق، يتحكم فيها منطق العلاقات الدولية. وإذا أردنا استخلاص عبرة كبرى مما حدث في هذا الحصار، هو أن قطر وعدت بالحدث الجلل وتعاملت معه، فهو ليس أزمة صغيرة جدا جدا جدا، ولكنه حصار خطير جدا جدا جدا. تعاملت معه قطر بمنطق مترفع ومنطق أخلاقي، والتشبيه الذي ضربه سيد عبد الله، زميلي عبد الله، في تشبيهه بجهازي تليفون، واحد منهم الجهاز سمارت فون ذكي، والآخر ضد هو هاتف غبي، لأن الغباء في العلاقات الدولية لا يؤتي أكلا، ولكن الذكاء والتعامل مع روح العصر وانخراط قطر في منظومة العلاقات الدولية الحقيقية هي التي جلبت لها الاحترام. ولا بد من أن نتمنى أن تزول هذه العقبات، وترجع الأسرة الخليجية الواحدة التي تمسكت بها دولة قطر وصدعها كثير من الآخرين مع الأسف، أن تعود هذه اللحمة في الأسرة الخليجية الواحدة. والله معنا ومع دولة قطر وشعبه. نعم أبو محمد، رأينا طبعا قبل أن نختم، رأينا الإعلام، إعلام دولة قطر وكذلك إعلام دول الحصار. هنا لعل
أبسط مشاهد خليجي يتساءل أين مبادئ الإعلام من هؤلاء؟ في الحقيقة دائما يمثل أمامي جزء من خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في خطابه الأول خطاب الثبات عندما أشاد بالإعلاميين القطريين وبتحليهم بالمهنية وبالأخلاق وأشاد بأخلاق القطريين وأشقائنا العرب والمقيمين في دولة قطر وتمسكهم بالأخلاق الحميدة. ودائما يجب أن نضع نصب أعيننا هذا الوسام الذي وضعه على صدورنا ويجب أن نتمسك به حقيقة، لأنه لا يمكن أن تنتصر في أي معركة بدون أخلاق، ولله الحمد صدقت معركتنا معركة أخلاق، معركة مبادئ، ونحن يجب أن يستمر إعلام قطر ومغردوها ومغرداتها بالتمسك بهذا المنهج الأخلاقي وعدم إضاعة وقتهم في أمور جانبية. يجب أن يستمر إيصال الحقيقة، وأنا أشكر تلفزيون قطر على برنامج الحقيقة وعلى استضافتي هذه الليلة في ندوة الحقيقة، وإن لم أكن أفضل الإعلاميين فيفضلني الكثير من الزملاء من القطريين والقطريات وهم أساتذة لي، إلا أنني أشرف بوجودي هذه الليلة في هذه الندوة، واستفدت كثيرا حقيقة وسعدت بطرح سعادة الأستاذة لولو الخاطر، وما شاء الله عليها تتميز بالجمع بين الأدب وفنونه والسياسة. نعم، وهذا أمر يسجل، يعني نادرا ما تجد أحد من السياسيين يجمع بين الأمرين. وسعدنا أيضا بالاستماع إلى أستاذنا الدكتور أحمد القديدي، ونشيد أيضا بالدكتورة حنان الفياض، ويعني وجود هذه العناصر النسائية كان أحد أسباب هذا الحصار. نعم، وسعيد جدا بحضوركم الكريم يعني واهتمام تلفزيون قطر بدعوة المشاهدين لحضور هذه الندوة وإثراءها، لأننا نريد أن نسمع منهم حتى على مستوى الإعلام، هذا مهم بالنسبة لنا أن نستمع إليكم ونعرف آراءكم. نعم دكتورة حنان، تحدثت قبل قليل عن صورة التلاحم المجتمعي في دولة قطر خلال هذه الأزمة، ما هو المطلوب لكي نرى مثل هذه الصور مستقبلا؟ طبعا أنا أول شيء بيقول لك أني أنا أرى مستقبلا مزهرا مشرقا لدولة قطر كما أراك أمامي الآن، وأرى أن هذه الأزمة يعني فيها الكثير من الحسنات. ثانيا أريد أن أعلق فقط على نقطة كانت تثار دائما وأقرأها في عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حين يقولون ماذا بين القطريين وبين ربهم، يعني هذا السؤال كان كثيرا ما يطرح، ماذا بين القطريين وبين الله؟ هنا أريد أن أقول يعني الله وحده سبحانه هو الذي يعلم، لكن تحدث الدكتور علي عن العام الماضي وعن تخصيص اليوم الوطني العام الماضي لنصرة حلب، لبه نعم حلب، وبتوجيه من قيادتنا. أريد أن أقول أن دعوات المظلومين والمضطهدين والمكلومين بالتأكيد أثرت على مجرى الأحداث. أريد أن أقول أيضا أن هناك نقطة كانت يعني كنت لا يعني أود أن أذكرها، كانت قبل الحصار، لم أكن أحب يعني مقولة بعض الشعارات أنا قطري أنا سعودي أنا بحريني أنا كذا، يعني لم أكن أرى أي ميزة تجعلنا نقول هذا، فأرى أن هناك أشياء كثير تجمعنا. نعم، ونتشابه فيها، لكن اليوم لا، يعني أنا أقول لا، يعني أنا أحب أني أنا أقول أنا قطرية، وأحب أن القطر يقول أنا قطري، يعني بعيدا عن أشياء كثيرة رأيناها. نعم، أنا طبعا أشكركم في نهاية الندوة الدكتورة حنان الفياض أستاذ مشارف في جامعة قطر، شكرا يا دكتورة، وكذلك الشكر موصول لك السيد عبد الله ابن حمد العذبة رئيس تحرير صحيفة العرب، شكرا يا أبو محمد. شكراً. وأيضا الشكر موصول لك دكتورنا أحمد القديدي وأنت رئيس الأكاديمية الأوروبية للعلاقات الدولية بباريس، شكرا يا دكتور الله. وكذلك لسعادة السيدة لولو الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، شكرا سعادة السيدة لولو.
كذلك نشكر أخواننا وأخواتنا الجمهور الحاضر معنا في هذه الندوة، والشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا أيضا في إذاعة قطر على كرم المتابعة. إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية ندوة الليلة، والتي تلاونا فيها بالنقاش ثوابت قطر ومنجزاتها في 200 يوم من هذا الحصار. في الختام لكم مني التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نظيره الروسي، حيث رحبت دولة قطر بالموقف الروسي وبكافة جهود الدول الصديقة الداعمة للقراءات والتحرير، والذي لم يربك رؤيته أو يشوشها ففهموا دلالات محاولته. كبيرة من الأسئلة.